اهلا بكم من جديد. بدايه قصصنا الاخباريه في حديث القاهره هو حديث البيوت المصريه. ولادنا بيروحوا المدارس بيتعبوا، انفلونزا ولا فيروس جديد مش معروف ما مرش علينا قبل كده، ولا فيروس قديم ومتعودين انه يبقى موجود كل سنه لكن السنه دي في مستجدات بشكل او باخر. طبعا تخوفات بتحصل بين اولياء الامور اول ما بتسمع كلمه فيروس واولادنا مصابين، وخصوصا ان احنا شفنا ان وزاره الصحه أعلنت إنها بعد ما عملت مسح على عدد كبير من الأطفال اللي موجودين في المدارس اتضح إن 73% من الأطفال اللي تم إجراء المسح عليهم مصابين بفيروس اسمه الفيروس المخلوي التنفسي. أتمنى أكون قلت اسمه صح. قالت إن الفيروس ده فيروس واسع الانتشار، أعراضه مشابهة بشكل كبير جدا لأعراض الإنفلونزا العادية، وبناء على المسح ده وزارة الصحة وجهت المديريات الصحية إنها تتخذ الإجراءات اللازمة. وفي تحذير كمان أطلقته وزارة الصحة، قالت عدم استخدام حقنة البرد السحرية اللي الناس بتتكلم عليها وتستسهلها في الصيدليات لأنها أعراضها مش بس مضرة للصحة لكن مضرة للغاية للصحة، وده شيء مهم جداً. بالمناسبة احنا معانا على التليفون، على خلينا ناخد معلومات أكتر من على الأرض. معانا على التليفون الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، وأكيد لا يفتى وملك في المدينة. يا دكتور حسام مساء الخير. مساء الخير أستاذة كريمة، تحياتي لحضرتك يا فندم وللمشاهدي حضرتك الكرام. دكتور حسام، لو ممكن تدينا تفصيلات بسيطة بس يستوعبها الناس أولياء الأمور اللي في البيوت دلوقتي عن الفيروس المخلوي التنفسي، وهل هو قديم ولا جديد؟ وهل هو معتاد عليه ولا بينشط في أوقات معينة دون غيرها؟ أستاذة كريمة، خليني أحط حضرتك والسادة المشاهدين الكرام في خلفية الموضوع. في كل عام منذ فترات طويلة وسوف يحدث في الأعوام المقبلة في دخول الشتاء وفصل الخريف يزداد نشاط الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي في الإنسان. هذه الفيروسات هي طيف واسع من الفيروسات، منها فيروس الإنفلونزا بأنواعه الكثيرة المتعددة الـ N1H1 الـ A والـ B والـ C، ومنها الفيروس الغدي اللي هو الأدينو فيروس، ومنها الرينو فيروس، ومنها البارا إنفلونزا فيروس، ومنها الـ RCV أو الفيروس المخلوي التنفسي، واحد من الفيروسات المتعددة القديمة المعروفة التي تصيب الجهاز التنفسي لدى الإنسان. كل موسم بيبقى فيه واحد من هذه الفيروسات أكثر انتشاراً من غيره، يعني في مواسم تبقى الإنفلونزا أكثر انتشاراً، في مواسم يبقى الـ RCV أكثر، في مواسم يبقى الأدينو فيروس أكثر. ليه في الفصول دي أو في الخريف والشتاء بتزداد النشاط؟ لأنه الجو الجاف بيساعد على زيادة نشاط الفيروسات التنفسية. الجو الجاف أيضا بيقلل من إفراز الأغشية المخاطية اللي موجودة في الجهاز التنفسي، وده بيسهل على الفيروسات إنها تدخل جسد الإنسان. في الجو البارد الناس بيبقى عندها ميل أكثر إلى إنها تقلل من التهوية وتقفل على نفسها وتقعد في أماكن درجة حرارتها أعلى، وبالتالي بيبقى في فرصة أكبر لانتقال الفيروسات سواء في البيوت أو في أماكن المواصلات العامة. عظيم. طب دكتور خالد، حضرتك قلت إن كل مرة بيبقى في فيروس دون غيره هو الأكثر انتشاراً. طب كل سنة يعني كل مرة في دورته بيكون في فيروس فيهم أكثر انتشاراً، وخصوصاً من الخريف للشتاء. الفيروس المخلوي التنفسي اللي هو منتشر هذا العام، درجة خطورته هل هي درجة كبرى ولا من كل 100 مصابين بهذا الفيروس في 98 لـ99 من 100 دول بيعدي إما بأعراض خفيفة جدا أو بلا أعراض أو بأعراض متوسطة عبارة عن ارتفاع في درجة الحرارة وسعال ورشح في الأنف وإعياء. حالة أو حالتين من 100 المصابين بينتقل من إصابته للجهاز التنفسي العلوي للجهاز التنفسي السفلي ويؤدي إلى التهاب رئوي. إيه هي الحالات الأكثر عرضة؟ الأطفال المبتسرين، الأطفال اللي عندهم عيوب خلقية في القلب،
الأطفال اللي عندهم ضعف في الجهاز المناعي، وكذلك كبار السن، وكذلك اللي عندهم أصحاب الأمراض المزمنة، قد يحدث أن الفيروس ده بدل ما هو بيصيب الجهاز التنفسي العلوي وبيعمل رش فقط، أنه يصيب الجهاز التنفسي الرئوي ويعمل نوع من أنواع الالتهاب الرئوي. إيه الأعراض اللي بتخلينا نبقى أكثر حرصاً ونحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى؟ أنه يبقى عندي ارتفاع مستمر في درجة الحرارة لا تقل عن 3 أيام لا يستجيب لمخفضات الحرارة المعتاد، أو أنه يبقى عندي صعوبة شديدة في التنفس يظهر في صورة زرقان في الأغشية المخاطية في الفم أو في الجلد. وده برضو حالات تحتاج إلى الذهاب للمستشفى، معناه أن الحالة ممكن تكون متطورة عند الشخص اللي عنده هذه الأعراض. طيب الأدوية المستخدمة في هذه الحالات دكتور حسام؟ لا, 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 لا يوجد أدوية مخصصة لعلاج الفيروسات التنفسية عموما، سواء إنفلونزا أو حتى الار سي في أو غيره، لكن احنا بنستخدم الأدوية التي تعالج الأعراض الارتفاع درجة الحرارة والرشح وغيره، مع التغذية الجيدة، التهوية الجيدة، شرب السوائل بكثرة، تطهير المستمر للأيدي والأسطح، وفي نفس الوقت في الأماكن المزدحمة أو قليلة التهوية نستخدم الكمامات، ده مع كل الفيروسات التي تنتقل عن طريق الرذاذ أو تنتقل من خلال الجو. والشيء الوحيد اللي حضراتكم أعلنتوا عنه علينا أن نتوقف عنه تماما ونبتعد عنه، الحكاية الحقنة السحرية، وأن حضراتكم قلتوا إن لأنها ضارة وتركيبة غير مثبتة علميا، لا نعلم مدى الضرر الذي يترتب على أني أجمع مضاد حيوي مع كورتيزون مع مخفض للحرارة في مكان واحد، محدش عارف ما هي التفاعلات اللي ممكن تنتج وما تأثيره الضار على الجسد الإنسان أو الوظائف الأعضاء في الإنسان. إجابات واضحة جدا. اللي بننصح بيها هو اللقاح، لقاح الإنفلونزا ولقاح الجرعة المنشطة للكوفيد 19. طيب سؤال أخير وأنا بختم مع حضرتك دكتور حسام، هل في أي حاجة للاستجابة للدعوات اللي بيتم إطلاقها خاصة بإن الأطفال ما يروحوش المدارس؟ حاجة طبية؟ يعني لا يوجد من الناحية الطبية ما يدعم مثل هذه الدعوات. أنا عايز يمكن أقول لحضرتك حاجة برضو نشرناها على صفحة المتحدث لها علاقة بالكوفيد، قد لا تكون مباشرة فيما نتحدث عنه، لكن الشيء بالشيء يذكر. في دراسات حديثة أثبتت أن احتماليات العدوى بالكوفيد داخل البيوت أعلى منها في الأماكن العامة نتيجة للالتصاق والتواصل المستمر مع المصابين. يعني لما يبقى واحد موجود في بيت في حد مصاب بالكوفيد، احتمالية أن ينتقل إلى أهل البيت أكثر من احتمالية أنه ينتقل له في الطرقات وفي المواصلات العامة لطول فترة المخاطر، الاحتكاك الدائم بين أفراد البيت. احنا بنشكرك جدا طبعا، معلومات واضحة جدا وأعتقد هتسهل على الناس طريقة التعامل خلال الفترة دي. الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، شكرا جزيلا لكل المعلومات اللي اديتها لنا.